المرض النفسي ايه علاقته بالادمان؟ لانه يمكن مؤخرا احنا بقينا بنشوف حالات كتيره جدا عندها ما يسمى بالتشخيص المزدوج او ديوال دايجنوزيس، انه بالاضافه لتشخيص مرض الادمان هو عنده مرض نفسي كمان معاه. ايه العلاقه بين الاثنين؟ المرض النفسي بيعمل ادمان والادمان بيعمل مرض نفسي بكل انواعه، سواء الامراض اللي هي بيطلق عليها الامراض النفسيه او العصبيه، يعني بعض المصطلحات اللي هي في الشخص في علاقه مع الواقع زي القلق والاكتئاب البسيط والخجل الاجتماعي، والحاجات دي بتخلي الشخص يبقى ياخد مخدرات او يعمل بعض السلوكيات عشان يبقى يتغلب على هذه المشاعر السخيفه جدا. في نفس الوقت الواحد لما بيبقى جوه الادمان بيبتدي يبقى بينعزل عن المجتمع، بيبتدي يبقى قلقان ان هو يبقى في وسط الناس، فبيجي له قلق او خجل اجتماعي، بيبتدي يجيله اكتئاب لانه شايف قد ايه هو بيخسر والناس بتتقدم وهو مش بيتقدم. فالادمان بيسبب قلق وبيسبب اكتئاب، والقلق بيسبب تعاطي وادمان. في نفس الوقت الامراض العقليه زي الامراض الفصاميه، ان الواحد يجيله تحيوات او ان هو يشوف حاجات مش موجوده او يسمع اصوات مش موجوده، هلاوة السمعيه والبصريه، الشخص بيبقى عايز اي حاجه عشان يتخلص من هذه الاحاسيس، فممكن يجرب مخدرات املا ان الحاجات اللي بتخوفه دي تختفي لما ياخد مخدرات، وللاسف طبعا بتزيد. والعكس صحيح، في كثير من المواد خصوصا المواد المخلقه خصوصا الحشيش بتخلي ان الواحد يدخل فيما يطلق عليه تهيؤات او هلاوس سمعيه وبصريه. فللاسف دلوقتي بنشوف ناس كتير جدا، ولد او بنت عادي خالص، على طول بيجيله بيلعب في كيمياء المخ فيجيله تهيؤات اللي هي اسمها ضلالات، ويسمع اصوات ويدخل في مرض عقلي. في نقطه ثالثه هي الامراض اللي بتيجي للسن الصغير، زي ما قلت فرط الحركه وضعف الانتباه. الشخص بيبقى عايز ينتبه، بيبقى عايز يركز، جزء من مرضه انه مش قادر يقعد مكانه ومش قادر يركز في الفصل، فبيبتدي يجرب مواد عشان يا اما تهديه يا اما تخليه يستحمل النقد والتنمر وساعات العنف اللفظي وساعات للاسف الجسدي من بعض الناس اللي بتدرس له او المدرسين. وهلما جرى كل قرب ما بعد الصدمه، لو طبعا واحد تعرض صدمه شديده جدا بيبقى عايز يفلت من ينسى الذكرى دي، بكلم حادثه شديده، حد عرض لاغتصاب، فبياخد حاجات عشان ينسى. وفي نفس الوقت الادمان بيحط الشخص في مواقف تعرضه لصدمات، حوادث، استغلال، يتحط في مشاكل قانونيه فيصاب بمرض كارما بعد الصدمه. فاحنا ممكن نجيب الفهرس كده بتاع الامراض النفسيه كلها بتعمل تعاطي، والتعاطي بيعمل تقريبا الفهرس كله.